ماذا يتفاعلون مع ابي ذر؟ ابو ذر صحابي من صحابه النبي الاعظم صلى الله عليه واله. النبي عند اكثر من مائة الف صحابي. اكثر بكثير. وابو ذر رجل بدوي، رجل طويل، اسمر، نحيف. ولكنه ورعه الآن بعد 1400 عام عندما تنقل قضايا أبي ذار وورع أبي ذار وتقوى أبي ذار فوق المنابر تجدون الحاضرين يبكون انشداد أما زيد بن ثابت الذي ترك من الذهب ما يكسر بالفؤوس بعد ما كان هنالك مجال ليزنوها كانوا يكسرونها ويدفعونها للورثة أي ذكر ما أي واحد ما يدفع إحنا كلنا نحب أن نكون أتقياء الشاعر يقول: احب الصالحين ولست منهم، وان كان واحد هو مو صالح ولكن يحب ان يكون صالحا، ولو واحد ما يؤدي نافله الليل ولكن يشعر بالحنين إلى أداء نافلة الليل، هذه فطرة الله سبحانه وتعالى أودعها فينا. أنا قلت لبعض الشباب أنه أنتو عندما تمرون في الأسواق قبل كم يوم كانوا جايين وتأتي أمامكم امرأة متبرجة النفس تدفعكم إلى النظر والى الرؤية واحد عندما ينظر يشعر بلذة آنية طبعا ولكن بعد ذلك يعتريه شعور بالانحطاط والتفاهة يشعر كم هو تافه وكم هو حقير ولكن عندما يقاوم عندما ما ينظر طبعا فيه ألم آني ولكن بعد ذلك يشعر بالإكبار يشعر باحترام ذاته، يشعر بجلالة ذاته، كم هو الفرق بين هذا الشعور انه واحد يشعر انه واحد حقير تافه، وواحد يشعر في كمون ذاته انه جليل وعظيم، هذا اثر من اثار طاعة الله، هذا اثر عاجل لطاعة الله. وذاك اثر عاجل لطاعه لمعصيه الله بقطع النظر عن الاثار الاجل هؤلاء الذين يجلسون امام القنوات الفضائيه ويطالعون الافلام المنحطه بعد ذلك كما ينقلون يعتريهم شعور بالضياع والانحطاط والحقار